الفتوى بتختلف من دولة لدولة؟ الفتوى هي حكم لله سبحانه وتعالى في الواقع، فمن دولة لدولة دي لكن هل هناك مكان غير تختلف فيه الفتوى عن مكان؟ طبعا، فربما لا يستطيع الإنسان في وسط عادات معينة أن يطبق ما يستطيع الإنسان أن يطبقه في عادات أخرى. خلينا نضرب مثال، مثلا بعض البلاد في العالم بتصوم، يعني إذا جرت على القاعدة اللي احنا ماشيين عليها في ان احنا نصوم لما الشمس، لما الصبح يطلع او الشمس تطلع ونفطر في الغروب. والوتر في الغروب، هيصوموا 19 ساعة و20 ساعة في اقصى الاسكندنافيا مثلا. فهنا هيبقى في مشقة شديدة، الاهل البلاد دي بيسألوا احنا نبقى زيكم، الفتوى تبقى عندنا زيكم، بيتمنوا طبعا بيتمنوا انهم يفطروا بدري. ايوه يفطروا بدري، بس احنا هنقول له ولذلك ايه، الشمس عندهم ولذلك يعني غروبها بيختلف. ارشدوا بالفتوى الى ما خلاصته ان يصوموا عدد يبداوا في الفجر ويصوموا عدد ساعات صيام اهل مكه. هنا الفتوى اختلفت، يصوموا لا بعدد بس دي نقطه مهمه، يعني ممكن حد في موسكو مثلا ما يصومش لفتره طويله. لو قاعد بلغت عدد الساعات 19 ساعة مثلا، يعد من الفجر، هيمسك الفجر ويفضل يعد لعدد الساعات اللي بيصومها أهل مكة، ويصوم زي أهل مكة. والسويد بقى وباقي الدول بقى، نعم السويد مثلا، الدول الاسكندنافية خصوصا الشمال جدا هيقع عليهم دنمارك، هذه المشكلة، سويسرا، وهكذا. ففي بعض الأماكن غير بعض الأماكن في قضايا الفتوى. النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه عاشوا في، النبي عاش في مكة وفي المدينة، وفي المدينة عاش على مرحلتين، وعاش أصحابه في الحبشة. كل مكان كان له شكل من أشكال التعامل وشكل من أشكال سير الحياة، وده معناه إن إحنا بنعيش في كل مكان، وناس صالحين نعمر المكان، لكن الفتوى بتختلف في اختلاف المكان. الحكم لا يختلف لكن الفتوى تختلف في اختلاف الحكم المكان. لا يختلف لكن الفتوى تختلف. نعم.